رمضان مبروك، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبالإيمان والتقوى. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الشباكية باللوز. دابا غادي ندوزو الطريقة والمقادير نفس الوقت. هنايا ضفت كيلو ديال الدقيق، هذا درته من البارح بحال اللي بيتهم مع بعضياتهم. درت كيلو ديال الدقيق ابيض، درت سلافة ديال الزنجلان سمسم محمر ومطحون مزيان، درت كاس ديال اللوز، كاس ديال العنبة عامر باللوز مقلي ومطحون مزيان، ودرته هنايا. زدت عليه معلقة صغيرة ديال القرفة، نص ربع معلقة صغيرة ديال الخمارة الحلوة، واحد شوية ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال هذا الكركم، وصافي. وخلطتهم وزجتهم مزيان وخليتهم على الطريقة. الزنجلان واللوز وسميتو هذا درتو من البارح وخلطتهم وخليتهم مزيان باش كيطرقوا مع الدقيق مع بعضياتهم. كنخلطو النواشف هي الاولى، وعاد كنضيفو السوائل. دابا غادي ندير جوج معالق صغار ديال الخل، الزبدة دايبة، كاس ديال العنبة، ونفس الكاس غادي ندير فيه كاس ديال الزيت، زيت العود. الزعفران الحر درته مع الماء الزهر رطب شويه، ودرت معلقه ديال المسكر الحره وشويه ديال المليحه، ودرت معلقه كبيره ديال النافع. ودابا غادي نعجنو عبل ما الزهر. هاي دابا كتجي على هاد الشكل، ما خاصش تجي رطبه بزاف، تجي قاصحه شويه باش كتجي العجينه كتجي رطبه، اصلا الشباكيه كتجي رطبه. دابا غادي نعملها كويرات صغار وغادي نديرهم في البلاستيكه. دابا غادي نبدا كل كره، غادي نبدا نفردها نطلقها، تكون رقيقه شويه بهذا الشكل. كنبقاو نفردو فيها حتى نحسو بها ولات رقيقه بهذا الشكل. صافي صافيكم، نبداو نقطعو فيها. انا عندي هادي ساهله في التقطاع، كترشم ليا نفس الوقت وكتقطع. بهذا الشكل دابا غندوز للشباك. هانتوما دابا قطعتها، شتي كيفاش كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نهز، غادي نخلي الاولى، غادي نهز هذه الثانيه، نخلي هذه لحداها ونهز هذه على هذا الشكل، وكنلاصق هادو مع بعضياتهم صافي. وكنشبكها على شكل ورده وكنحطها وندير على هذا الشكل.
هاي شكلت على هذا الشكل وكتخليها خليتها تنشف قد ما نشفات مزيان. ودابا غادي نبدا نقلي. دابا غادي ندوزو لمرحله القلي. دابا انا غنبدا نقلي فيها حتى تتشد راسها مزيان من التحت وعاود وكنقلبها صافي. ملي كتاخذ داك اللون الذهبي غادي نديرها في العسل. دابا ها هي درتها في العسل ونخليها حتى نبدا القليه الثانيه. وحتى تقرب هذيك القليه الثانيه طيب عاد نزول هذه من العسل باش يشرب فيها العسل مزيان، وعاد عاود نضيف هذيك في العسل القليه الثانيه.